من منتصف الوحدة الأولى الدرس الثاني المقومات الطبيعية للدولة، اتكلمنا على بعض العناصر التي تشكل موضع قوة للدولة كما هو موضح هذا الخريطة. شكرا لمستر أيمن. الموقع، المساحة، تكلمنا باستفاضة أولادي أمس في الموقع والمساحة، ونتمنى متابعة حضراتكم بالأسئلة. واتكلمنا على عناصر الموقع، مباني الموقع الفلكي من خلال خطوط الطول ودوائر العرض، إلى الموقع الجغرافي الممثل في مجموعة من العناصر تعطي للدولة قوة كالموقع بالنسبة لليابس والماء، كالموقع بالنسبة للدول المجاورة، كالمواقع الهامشية، كالمواقع الاستراتيجية. طلابنا الأعزاء، انتهينا من دراسة الموقع الفلكي وتأكدنا الموقع بالنسبة لدوائر العرض هو الأكثر أهمية، ولذلك بنقول هنا إيه؟ الدولة متعددة دوائر العرض هي الدولة الأكثر تنوع. انتهينا من أنواع الدول يا شباب، اتكلمنا في أنواع الدول ما بين الدول الحبيسة والدول البحرية. خلي بالنا من مفهوم الدولة الحبيسة والدولة البحرية، لأن لما هنتكلم إن شاء الله عن شكل الدولة هنتطرق لبعض الأمور الشبيهة قليلا. اتكلمنا في الدول الحبيسة في عناصرها، اتكلمنا في الموقع بالنسبة للدول المجاورة، اتكلمنا في الدول المجاورة يجاورها عدد قليل يجاورها عدد كبير من الدول، اتعرفنا ان كثرة الدول لبعضها البعض سلاح ذو حدين، تطرقنا الى المواقع المركزية والمواقع الهامشية، ادركنا الفرق واهمية المواقع الاستراتيجية والدول المشرفة عليها كدول استراتيجية. بانتهاء عناصر الموقع يتكلم الكاتب يا أولاد على المساحة، مساحة الدول. طبعا في درس المساحة اتكلمنا عن المفهوم وربطناه بالدروس السابقة، صنفنا دول العالم من حيث المساحة كدول كبيرة المساحة والعكس، اشتغلنا على مجموعة من المعلومات تخص السمات التي تميز الدولة كبيرة المساحة والدولة صغيرة المساحة، إيجابيات وسلبيات. استنتجنا إن في الدول كبيرة المساحة وصغيرة المساحة من سلبياتها وإيجابياتها بندخل نشتغل على بعض المعلومات الخاصة بالمجال العسكري وهي نظرية الدفاع بالعمق. انتهينا لحاجة مهمة جدا يا شباب، وهي هناك مجموعة من العوامل تؤثر في مساحة الدولة. النهاردة على بركة الله هنبدأ نتكلم على شكل الدولة. وهيسألنا طلبة يقولوا لنا يا مستر عزيز، قبل ما نقسم الدول من حيث الشكل، ماذا نعني بكلمة شكل الدولة؟ شكل الدولة أقدر أنا أطلع له يا أولادي مفهوم، وهو الصورة التي تظهر عليها الدولة. لو تتذكروا أول ما بدأنا في الوحدة الأولى قلنا تختلف دول العالم فيما بينها من حيث الموقع، المساحة، الشكل وعناصر أخرى. فشكل الدولة يمثل نقطة هامة في قوة الدولة، لكن هل كل أنواع الشكل تمثل نقطة قوة؟ شريحة قدام حضرتك بتقول لدينا عدة أنواع: الشكل المندمج المنتظم أو المندمج ذو بروز، الشكل المستطيل الشريطي، الشكل المجزأ بأنواعه، الشكل الجيوب أو الدولة المحتواه. بتنقسم الدول من حيث الشكل لعدة أنواع. مستر أيمن، أهلا وسهلا بحضرتك، فلتتفضل. مشكورا يا فندم. ونستعرض مع بعض ما المقصود بالشكل المنتظم المندمج كمفهوم، كأمثلة للدول التي تخصه، كعناصر مميزة تميز هذا الشكل. تفضل يا مستر أيمن. اهلا وسهلا مستر عزيز، اهلا طلابنا الاعزاء، طلاب طلبه منصه البث المباشر لوزاره التربيه والتعليم. استكمالا لما بداناه واستكمالا للعرض الشيق اللي عرضه علينا مستر عزيز، ان شاء الله النهارده بنستكمل المقومات الطبيعيه بدايه من الشكل. زي ما مستر عزيز عرض لنا ان الاشكال الدول متعدده، وان انا ممكن اطلع مفهوم لفكره الشكل اساسا يعني، فانا عندي بدايه الشكل المنتظم أو الشكل المندمج.
طيب تعالوا نشوف مع بعض كده مفهوم الشكل المنتظم ايه. هو الشكل الذي تكون المسافة من وسط الدولة الى اطرافها متساوية تقريبا، مش هنقول متساوية تماما، لان انا ممكن يجي لي سؤال صح وغلط ويقول لي ايه الشكل المندمج، هو الشكل التي تكون المسافة من وسط الدولة الى اطرافها متساوية تماما. طبعا لا، متساوية تقريبا. عندي مثال مصر، عندي مثال بلجيكا، عندي مثال فرنسا. لما نشوف قدام عينينا، فاكر انت لما كنت في ثالثه اعدادي بتاخد ايه؟ الشكل الرباعي الدائري، الشكل اللي انا ممكن اعمل في وسطه دايره، تمام؟ يبقى انا عندي مصر، يبقى انا عندي بلجيكا، يبقى انا عندي فرنسا، ودايما فرنسا بنلاقيها معانا كنموذج مثالي لما تظهر معانا فرنسا على طول بنلاقيها نموذج مثالي. طيب تعالوا نتفرج على اهميه الشكل المنتظم. لو انا جيت قلت انا وقفت في نص الدوله، مش هقول انا وقفت في العاصمه، انا وقفت في المركز هنا كده، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا عندي الشكل ده، اولا قدره الحكومه على تحقيق افضل اتصال وسيطره على كافه اجزاء الدوله. طب ليه؟ طب ليه هقول لك؟ لان لو خدت دايره زي ما قلت من شويه هتلاقي ايه؟ اطرافها على ابعاد متساويه من مركز الدايره. شوف الشكل هنا، هلاقي ان الاطراف على ابعاد متساويه من المركز اللي انا وضعته للدوله. ثانيا، ان انا عندي حسن الاداره الداخليه للدوله. لما يبقى الدوله شكلها منتظم كمثال مصرنا الحبيبه، يبقى انا عندي ده بيسهل عليا الاداره الداخليه، بيقلل من فرص الاحتكاك، بيقلل من النزاعات على الحدود. ليه؟ لان طول حدود الدوله يكون اقصر بكثير بالنسبه لمساحتها. من الممكن زي ما هنشوف كمان شويه في الشكل الشريطي وهنقارنه بالشكل المنتظم، يبقى دوله مساحتها صغيره بس حدودها كبيره. اما في الشكل المنتظم طبعا بتبقى الدوله بصفه عامه حدود الدولة أقصر من المساحة أو يكون قصيرا بالنسبة لمساحتها. طيب بتوفر لجيشها سهولة الحركة، يعني الحرية المكانية للحركة. لما أجي أقول لك إيه، أنا عندي لو قسمت قوات أي دولة بتلاقي إيه؟ دايما الدولة ذات الشكل المنتظم أو الشكل المنتظم عندي حرية حركة، عندي حرية في الاتجاه الشمالي. هنا لما نقول عندنا القوات المصرية تقدر تسيطر على الدولة بسهولة وتقدر تقسم جيشها بسهولة. ليه؟ بسبب الشكل المنتظم. يبقى عندي لما نرجع كده ونحط قدامنا كلنا اشكال الاهميه، وهنا اقول قدره الحكومه على تحقيق افضل اتصال، حسن الاداره الداخليه للدوله، يقلل من فرص الاحتكاك والنزاع على الحدود لان طول حدود الدوله يكون قصيرا بالنسبه لمساحتها. ثانيا او رابعا، بتوفر لجيشها الحريه المكانيه الكامله، بيبقى عنده حريه حركه داخل المساحه المحدوده. مستر عزيز اتفضل معانا هنا، ممكن نبص على الخرائط اللي قدامنا وحضرتك تطلع لنا سؤال على النظام الجديد لاولادنا الاعزاء. اهلا بك مستر ايمن مره تانية. الحقيقه انا عندي اداه ربط كده لما سبق درسته لخريطه فرنسا وخريطه مصر. اولادنا دفترك معاك لو سمحت بتكتب فيه. لما بتدرس مصر وفرنسا هتقدر تستنتج وجه شبه بين الدولتين من حيث الشكل، ومن حيث النظام السياسي والإداري، ومن حيث العواصم ونشأتها. تمام. بدأنا يا أولادي نجيب أجزاء من الدروس السابقة، كلاهما عواصم تاريخية، ولكن في المواقع مواقع متميزة، كلاهما دول وحدوية مركزية، كلاهما دول من حيث الشكل المنتظم المندمج. عايز أقول للطالب من دراستك وبعد هل ما هل هل يا مستر الشكل. عزيز نعم. هل يا مستر عزيز أقدر أقول إن كلاهما تمتلك مواقع استراتيجية؟ بالضبط. نبص كده على الخريطة. تمام. بالضبط. قناة السويس في مصر، مضيق دوفر في المملكة المتحدة، كلاهما يشرفان بوجهتان بحريتان. تمام. كلاهما يشرفان بوجهتان بحريتين، كلاهما يتمتعان بمزايا طبيعيه وبشريه متقاربه الى حد كبير. تمام مستر عزيز. الشكل الاخر وهو الشكل المندمج ذات بروز. عاوزين نركز شويه مع الشكل المندمج ذات بروز، لان انا هبص في كتاب المدرسه اللي نزل معانا على على التابلت او على بنك المعرفه او على ال ام اس او حتى على موقع الوزاره، مش هلاقي شرح، هلاقي بس الامثله. طيب تعالوا نبص كده مع بعضنا للشكل المندمج ذات بروز. عندي في افريقيا كدوله الكونغو، عندي في اسيا كدوله افغانستان. لاحظ معايا
الشكل المندمج ذات بروز هو بينطبق عليه المميزات اللي قلناها كلها في الشكل المندمج في الجزء المندمج، اما الجزء ذات بروز ده بيعتبر اضعف واخطر جزء بالنسبه للدوله المندمجه ذات بروز. من الاخر انا بلاقي ان في جزء من الدوله داخل دوله اخرى، وممكن يبقى داخل دولتين، وممكن يبقى داخل ثلاثه. يعني لما نبص نشوف هنا، وممكن اقول اسم مختلف على البروز، كلمه النتوء السياسي، لان انا ممكن اشوفها بكلمه النتوء السياسي. فانا لما الاحظ هنا البروز اللي عندي في كذا دوله، انا شايف انه مع باكستان ممكن يسبب مشاكل سياسيه، وبالفعل مع الصين، مع طاجكستان. فبالتالي احنا عندنا الشكل ده، ما عندناش له شرح قد ما احنا ممكن نستنتج من على الخريطه. أيوة. مميزاته او عيوبه. تمام مستر؟ أيوة. عزيز اتفضل. ايوه، لو احنا جمعنا الخريطتين مع بعض، الكونغو ديمقراطية ودولة أفغانستان يا مستر أيمن، هنستنتج إيه؟ سؤال مجمعينها في الآخر وهنشوفها مع بعض دلوقتي. سؤال يشتغل في الصواب والخطأ. دائما كل الدول المندمجة ذو بروز تمثل منطقة البروز نقمة بالنسبة للدولة. أنا بقول العبارة غلط. ليه يا فندم؟ دي منطقة البروز لا. ليه؟ منطقة البروز قد تكون نقمة وقد تكون نعمة. نقمة، وهاخد المثال في أفغانستان لأنه بروز أرضي داخل في حدود دولة قد تستولي عليها أو تحتل، ولكنه نعمة لدى دول أخرى مثل أفغانستان. هو يعتبر الكونغو يعتبر المنفذ البحري الوحيد لها. تمام مستر عزيز، تمام. اتفضل يا فندم. الشكل الآخر، على الشكل الاخر وهو الشكل الشريطي او الشكل المستطيل. انا عاوزك تخرج بره المنهج خالص، نريح شويه كده من المنهج. عندنا في البيت سجاده، وعندنا في البيت مشايه طبعا اللي هي بتبقى في الطرقه. هو ده الفرق ما بين الشكل المستطيل والشكل المندمج. تعال نقول يعني ايه شكل مستطيل. يطلق على الشكل المستطيل الشكل او شكل الدوله الذي يبلغ طوله اكبر من عرضه 6 امثال. طب ممكن يبقى عرضه اكبر من طوله 6 امثال، لان انا في عندي امتداد عرضي من الشرق للغرب وامتداد طولي من الشمال للجنوب. يبقى يطلق على شكل الدوله اذا بلغ طولها 6 امثال عرضها، يكون ذلك قريب الى الشكل المستطيل. طب الامتداد، قد يكون الشكل من الشمال للجنوب كما هو موضح قدامنا، دولتي شيلي ودوله ايطاليا. لاحظ معايا الامتداد، هنا الامتداد طولي من الشمال للجنوب، تمام؟ كذلك برضو دوله ايطاليا امتدادها طولي من الشمال الى الجنوب، تمام؟ هي واخده كيرف شويه، واخده ميل شويه، اقدر اقول من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي، تمام؟ طيب النوع الاخر وهو النوع الذي يكون امتداده من الشرق للغرب. بس ايهما افضل، الامتداد الشمالي او الامتداد الطولي من الشمال للجنوب؟ لان انا عارف ان الاقاليم المناخيه زي ما مستر عزيز قال لنا المره اللي فاتت انها بتتوزع عرضيا، وبالتالي الشكل المستطيل او الشكل اللي هو الطولي او الشريطي اللي بيمتد من الشمال للجنوب بيكون افضل، لان هو بيتنوع فيه المناخ. طيب ايه عيوب الشكل المستطيل؟ مشاكل سياسيه تتعلق بالاتصال بالاجزاء الدوله او الدفاع عنها. لاحظ معايا، لو انا دلوقتي تعرضت دوله زي دوله تشيلي للعدوان من هنا، هتجمع كل قواتها عشان تدافع عن الجزئيه اللي دي. طيب ما ممكن الدوله المعتدله تطلع تضرب من هنا، هتتعب جيشها، هترهق جيشها، وده اللي قلناه حتى اللي مستر عزيز نوه عنه دلوقتي في الشكل المنتظم. طيب الامتداد من الشرق للغرب، لاحظ معايا دولتي تركيا ومنغوليا، وهم دولتان اسيويتان، على العكس هنا دوله تشيلي امريكا الجنوبيه، دوله ايطاليا دوله اوروبيه. طيب تعالى بقى نشوف دوله تركيا، طبعا اللي هي بنقول عليها اسيا الصغرى، اللي هي ما بين اوروبا وما بين اسيا، اللي هي طبعا تابع للاتحاد الاوروبي ولكنها اقرب الى اسيا، وهنتكلم عليها كتير قوي بعد كده. انا شايف امتدادي امتداد عرضي من الشرق الى الغرب، امتداد عرضي من الشرق الى الغرب. طيب كذلك دولة مين معايا؟ دولة منغوليا، اللي هو دولة دي آسيوية، ودي نقدر نقول عليها ايه؟ أورو آسيوية، زي ما نقول على مصر قولوا ايه؟ يعني ايه؟ أفرو آسيوية. طيب يبقى عندي لما نيجي نبص على الامتداد، شفنا مع بعض امتداد طولي من الشمال للجنوب أو امتداد عرضي من الشرق للغرب. طب أيهما أفضل ولماذا عندي الشكل اللي بيمتد من الشمال للجنوب؟ هنا ممكن من خلال نظرتنا للخرائط الأربعة إن احنا نستنتج عوامل شبه، عوامل اختلاف. اتفضل مستر عزيز في الجزئيه ديت. ايوه بالفعل. يعني انا عايز اقول للطالب الجميل اللي بيسمعنا، دائما الدول ذات الشكل العرضي تتعدد فيها دوائر العرض
أم خطوط الطول؟ خطوط الطول تمام، خطوط وتقل الطول فيها دوائر الحرب العرض. الحرب. طيب اتنين، دائما الدولة العرضية، دائما الدولة الطولية تتميز بتنوع دوائر العرض، وقد في بعض الأحيان تقل فيها خطوط الطول. إذن مزايا الدولة الطولية هي عيوب الدولة العرضية. تمام مستر عزيز، تفضل تمام. يا فندم. طيب الجزء اللي بعد كده بنتكلم على قلنا ان الشكل العرضي كما حدثنا مستر عزيز دلوقتي ان هو ما بيساعدش على التنوع المناخي، على العكس بالشكل الطولي. الشكل الاخر وهو الشكل المجزأ. الشكل ده عاوزين نركز جدا فيه، لان انا هعمل هنا ايه؟ كلاسيفيكيشن، هعمل تصنيف. يبقى انا عندي في شكل مجزأ بري، في شكل مجزأ بحري، في شكل مجزأ بري بحري. طب ما هو مفهوم الشكل المجزأ؟ هي الدولة التي تكون فيها أراضي الدولة غير متصلة جغرافيا، قد تكون منفصلة بريا، قد تكون منفصلة بحريا، قد تكون منفصلة بريا بحريا. أنا غيرت كلمة متصل غير متصلة إلى كلمة منفصلة. طيب تعال نشوف الأنماط. أول نوع الدولة المجزأة البحرية، وهي الدولة الجذرية اللي عرضناها امبارح في المواقع البحرية، يعني نقدر نقول عليها سلاح ذو حدين، نقدر نقول عليها سلاح ذو حدين. يبقى أنا عندي الدولة الجذرية كمثال دولة اليابان وكمثال دولة أندونيسيا، كما هو موضح أمامنا إن مثلا دولة كاليابان مجموعة جزر، هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو، مجموعة من الجزر، كذلك برضو أندونيسيا. تمام؟ يبقى انا عندي الدوله دي بنسميها دوله مجزاه بحريا. النمط الاخر وهو الدول المجزاه من الناحيه البريه. اكبر مثال عندنا الولايات المتحده الامريكيه. يعني لاحظ معايا الخريطه بالالوان، دي دوله كندا، فاصل بري ما بين دوله الولايات المتحده الامريكيه وولايه الاسكا. ولايه الاسكا ولايه امريكيه. ولاية ألاسكا ولاية أمريكية، تمام؟ ولكن في فاصل بري ما بين الدولتين اللي هي أراضي دولة كندا. طيب النوع الآخر الاتنين مع بعض اللي هو إيه بقى؟ الدولة المجزأة بريا بحريا. لاحظ معايا عشان هنا هنحلل شوية مع بعض. أنا عندي دولة إيطاليا اتكلمنا عليها من في الشريحة اللي فاتت على إنها دولة طولية. هنا بتاخد شكل آخر ألا وهو الشكل المجزأ بري بحري. هي امتداد بري من اوروبا، يعني انا شايف ان ديت الجزء ده ايطاليا، لو انا جبت خريطه صغيره لفرنسا هيبقى الجزء ده اللي انا بشاور عليه دوت ده تبع دوله ايه؟ دوله ايطاليا. طيب انا عندي ايطاليا، ايطاليا مجزاه بحريا بوجود جزر كجزيره صقليه، كجزيره سردينيا. طيب لاحظ معايا كده الشمعه اللي قدام عينينا ديت اللهب بتاعها كورسيكا، كورسيكا فرنسيه، سردينيا ايطاليه. يبقى انا عندي دوله ايطاليا حذاء اوروبا زي ما بتلقب، انا شايف شكل كده شكل الحذاء زي ما احنا بنقول، شايط قدامه كره كده اللي هي جزيره صقليه اللي بالمناسبه كده كنا لعبنا فيها في كاس العالم 90 مباريات مصر كانت على هذه الجزيره. تمام؟ يبقى انا عندي بيفصلها بحريا عن جزء ايطاليا البري ايه؟ بيفصلها مثلا اللي هو البحر التيراني اللي هو جزء من البحر الايه؟ المتوسط. طيب الجزء البري امتداد لقاره اوروبا، اذا هي بنقول هي دوله مجزاه بريا بحريا. يبقى انا عندي ثلاث اشكال كما هو موضح معايا بالصوره، ان انا عندي دوله مجزاه بحريه كاليابان واندونيسيا، مجزاه بريه كالولايات المتحده الامريكيه، مجزاه بريا بحريا كدوله ايطاليا. اتفضل مستر عزيز. ايوه مستر ايمن، انا عايز اقول للطلبه سؤال جميل في الوطن العربي. ايه هو؟ تمام. حدد على خريطة الوطن العربي دولة برية مجزأة. تمام. لما دققوا النظر جدا في الدولة البرية المجزأة في الوطن العربي هتطلع في الجناح دولة عمان الأساسية هي دولة عمان، ودي جملة من بين السطور أتمنى أولادنا خلوا بالنا منها. اتفضل. خلي بالنا منها. طيب يبقى كده اتعرضنا للأشكال اللي هي المجزأة. تعالى يعني نقول بقى ايه لما نفكر كده مع بعضنا اسوأ اشكال اللي هو احنا رامينه في الاخر بقى اللي هو المنهج بتاعنا زي ما قال لنا مستر عزيز الكاتب لما تطرق عليه، فيعني بيجي لي من المميز لحد ما اوصل للشكل اللي هو الاضعف، الشكل اللي هو الاسوأ اللي هو لما ندور له على مميزات يعني من الممكن ان احنا نلاقي، لكن في الغالب هنبص على هذا الشكل. هي الدولة الجيبية، اقول عليها الدولة الجيبية
او الدوله المحتواه، وركز معايا لان ممكن اللفظ يختلف من محتواه لتحتويها، وهنشوف الفرق دلوقتي في كلمه تحتويها ودوله محتواه. هي الدوله الجيبيه هي الدوله التي تقع باكملها داخل دوله اخرى، وهنا هنربطها بالدوله الحبيسه. يعني نقدر نقول ان كل دوله جيبيه حبيسه وليست كل حبيسه جيبيه. يبقى الدولة دي مثال دولة ليسوتو اللي هي تقع داخل دولة جنوب أفريقيا. لاحظ معايا كويس معايا كده، أدي الدولة دولة ليسوتو، دولة تقع بالكامل، بص على حدودها، شايف اللون اللي هو الأصفر، شايف اللون الأخضر اللي حواليها، دولة بتحتويها دولة جنوب أفريقيا، دولة تقع بالكامل. يعني أنا لو قلت لو حصل خلاف سياسي ما بين دولة ليسوتو ودولة جنوب أفريقيا، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى الدوله ديت في عزله دوليه، لانها مش هتخرج للعالم الخارجي الا من خلال الدوله المطوقه ليها، الدوله اللي مطوقاها. لان بص كده معايا، دي دوله، تخيل ان دي دوله داخل دوله اخرى، تخيل ان واحد الاوضه بتاعته اللي عايش فيها في قلب بيت واحد تاني، عشان يخرج للعالم الخارجي بيخرج من خلاله. طيب هنا نلاحظ الفرق ما بين الدوله ديت والعرض اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي. الاول النتائج المترتبه على الدوله الجيبيه، لابد ان تتبع الدوله الجيبيه في سياستها الداخليه والخارجيه الدوله المطوقه لها، مما يضعف قوتها السياسيه وقوتها الاقتصاديه والعسكريه. لذا تسعى الدوله الجيبيه دائما وابدا للحفاظ على علاقاتها الوديه بالدوله المطوقه لها. يعني عمرنا في حالنا ما هنسمع ان الدوله ديت، انا مش هقول اسماء، اختلفت مع الدوله دي، الدوله الصفراء دي اللي هي دوله ليسوتو عمرها ما تختلف مع جنوب افريقيا، وبتحرص دائما على ان تكون علاقاتها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، كل علاقاتها تكون مرتبطه بالدوله التي تحتويها. طيب ملحوظه شويه، دوله سويسلاند، اي سويت زي ما بيقولوا عليها دلوقتي، هي دوله حبيسه وليست دوله جايبيه. يعني لاحظ معايا هنا، دي كده هي دي الدوله اللي انا اقصدها، الدولة ديت جارتها دولة موزمبيق. يعني هنا لو اختلفت سياسيا مع دولة جنوب افريقيا، مفيش مشكلة خالص بالنسبة لها، هتبدأ تخرج للعالم الخارجي من خلال الدولة الأخرى وهي دولة موزمبيق. يبقى إذن هناك فرق ما بين، عاوزين نطبق حتى نعمل عملية تمديد ما بين منهجنا ومنهج جميل زي منهج المنطق، وأقول لك إيه، كل دولة جيبية حبيسة ولا كل دولة حبيسة جيبية؟ اختار العبارة الأفضل في الاثنين. اتفضل مستر عزيز ووضح لنا الجزئية دي تاني. الدولة الجيبية دولة تقع برمتها داخل حدود دولة. عارف يا مستر أيمن، لما كنا قاعد في وسط مجتمع كبير، أنا اللي همشي المجتمع ده ولا المجتمع اللي همشيني؟ المجتمع اللي همشيني. تمام. اللفظ معناه إيه بقى؟ إن أنا دولة عايشة جوه قلب دولة، هتعيش معاها وهتخضع عليها اقتصاديا وسياسيا. الدولة المطوقة، وهنا المقصد ديسيتو، التي تطوقها جمهورية جنوب أفريقيا، يبقى الدولة المطوقة هي جنوب أفريقيا، المطوقة هي ليسوتو. فالدولة المطوقة ليس لها شخصية اقتصادية أو سياسية واضحة شأنها شأن أي دولة أخرى تجاورها، زي مثلا سوازيلاند. سوازيلاند دي دولة حبيسة، لكن إيه الفرق بين الاثنين؟ إن دي دولة حبيسة لها قوتها الاقتصادية والسياسية ولها سماتها تماما، لكن كل ما هنالك إن هي دولة محاطة بدول. لكن عكس ليسوتو، ليسوتو داخل حدود دولة، إذا هتخضع ليهم سياسيا واقتصاديا. وعلشان النوع ده من الدول يعيش، لازم يقيم علاقات الود مع الدولة المطوقة لها، وإلا هتدخل في نزاعات عرقية، نزاعات فكرية، أيديولوجية، اقتصادية، هتحدث منازعات وعدم استقرار أمني في المناطق. تمام. يبقى إذن هناك فرق كما وضحه مستر عزيز ما بين الدولة الجيبية والدولة الحبيسة. نبص مع بعض سريعا على الخريطة اللي قدامنا، جمعنا فيها جميع الأشكال. مستر عزيز من شوية قال لنا أنا عاوز أقارن ما بين الكونغو وما بين أفغانستان، واضح المقارنة بالنسبة لي. هنا النقمة وهنا النعمة، لأن ده المصدر الوحيد اللي يخرجها للعالم الخارجي، النتوء. وخلي بالكم معايا شويه ان انا عندي الكونغو فيها نتوئين، لو تاخد بالك معايا، احداهما في الغرب والاخر في الجنوب الشرقي. الولايات المتحده الامريكيه كدوله مجزاه بريه، دوله فرنسا، دوله مصر كدول منتظمه، دوله منغوليا ودوله تركيا كدول ممتده من الشرق للغرب، دوله ايطاليا كدوله طوليه من الشمال الى الجنوب وفي نفس الوقت مجزاه بريا بحريا، دوله تشيلي كدوله مجزاه
كدولة آسف مستطيلة من الشمال أيضا إلى الجنوب، ودي اللي بتسمح بتنوع المناخ. الدول المجزأة أو الدول اللي هي بتقول المحتوى لسيتو زي ما قال مستر عزيز، إن أنا شايف النقطة الحمراء تقع بالكامل داخل دولة جنوب أفريقيا. ندخل بعد كده على جزء وهو من الأجزاء المهمة بالنسبة لنا، وهو جزء التضاريس. فضل مستر عزيز، كلمنا عن تضاريس الدولة. أولا، التضاريس تمثل أيضا واحدة من مصادر قوة أو ضعف الدولة. بمعنى، بداية كده، المنحنى الهبسوغرافي للتضاريس يبدأ بالمناطق السهلية، ثم مناطق التلال فالهضاب فالجبال. بصفة عامة، التضاريس واحدة من عوامل المؤثرة في قوة الدولة، فتصنف دول العالم على خريطة العالم إلى ثلاث دول: يغلب عليها الطابع السهلي سواء سهل ساحلي أو فيضي. هتكلم مثلا في أمثلتنا هنا على الخريطة اللي قدام حضراتكم، هولندا وألمانيا دول يغلب عليها الطابع الجبلي. الدول الجبلية، سمات الجبال سويسرا واليابان، أيوة، اللون القاتم أولاد البني بدرجاته إشارة للمناطق المرتفعة. دول يغلب عليها الطابع المتنوع، يعني تجمع سهول جبال تلال هضاب، مصر ودولة البرازيل. كلام جميل. تعالوا نشوف ايه السمات اللي بتميز الدولة السهلية وان العيوب اللي ممكن تواجهها. الدولة السهلية مستر ايمن، من اسمها مناطق سهلية سواء سهول. فاكرين يا ولادي كنا بناخد في الاعدادي تنقسم السهول الى ثلاث؟ ايوه، خريطه رائعه، ما بين سهول فيضيه، سهول صحراويه، وسهول ساحليه. اهمها واكثرها ارتباطا هي السهول الفيضيه. علشان كده ولادي مهم قوي الجمله دي، الانهار هي اكثر ظاهرات السطح تاثيرا في الكيان السياسي. الانهار. طيب لما اقول الدوله السهليه تبقى سهول فيضيه، يعني إنتاج زراعي وفير، ده من الإيجابيات، يعني في عمران، يعني في استغلال وسائل المواصلات مريحة جدا في النوع ده من الدول، في تواصل وامتزاج. صعب جدا في الدولة السهلية إن احنا نسمع عن شبح الانفصال والتهديد بروح الانعزال والانفصال والتهميش. لكن مع كل هذه المزايا لها عيوب خطيرة جدا، تجعل الدولة مكشوفة وأقل منعة، بمعنى واضحة أمام الأعداء إذا لا قدر الله اخترقت هذه الدولة بطيران العدو في لحظات يؤثر تأثير سلبي عليها. على العكس تماما بقى مستر أيمن، لما نشوف المرتفعات. المرتفعات لها من الكيان من القوة والإمكانيات الرائعة جدا. الجبال والمرتفعات لها آثار إيجابية روعة، ترتبط بالحماية، ترتبط بالنشاط الاقتصادي، ترتبط بحرفة السياحة، ترتبط بعملية التعدين والصناعة، ترتبط بعملية الإنتاج وإعطاء القوة للدول. لما نيجي نصنف كلامنا، أولا من جهة الحماية الجبال تستخدم كحدود، بالضبط زي جبال البرانس ما بين أسبانيا وما بين فرنسا، سلاسل جبال الألب في أوروبا. طيب الجبال في من حيث النشاط السياحي تستخدم للتزلق على الجليد في الشتاء أو مصايف جبلية. فيها ثروات معدنية يبقى مرتبطة بالصناعة، كل ده بيدي للدولة قوة. هي حماية، بس خلي بالكوا أولادي عندي حتة مهمة خالص يا مستر أيمن، أن تكون الجبال موازية وليست عمودية على الحدود. الجبال الموازية للحدود تستخدم كحدود طبيعية مانعة، وهنا بنشوف المثال الواقعي سلسلة الجبال البرانس بالأسبانيا وفرنسا. لكن مع كل المزايا دي بواجه سلبيات خطيرة جدا، صعوبة الاتصال بين أجزاء الدولة. تحس إن سكان الجبال شبه مهمشين منعزلين، خطوة في خطوة يطالبوا بالإيه؟ بروح الانفصال والانعزال. وعندنا مثال في الركن الشرقي من دولة أسبانيا تحديدا في الشمال الشرقي من اسبانيا في اقليم كاتالونيا، والخريطه اللي بتشير عليها الاستاذ ايمن باللون الاحمر اقليم كاتالونيا في اسبانيا، اقليم كاتالونيا اللي فيه نادي برشلونه يا اولاد. ايوه مستر ايمن كتبها لنا اهو. انا حقيقه ماليش في الكوره قوي، لكن عرفت ان لو نادي برشلونه خرج
هيلعب في الدوري الفرنسي، يبقى الأموال الطائلة دي كلها هتروح بره أسبانيا. فين ممكن كرة القدم ازاي تؤثر في المشاهد؟ إقليم كاتالونيا يهدد بالانعزال والانفصال. بكده نكون اتكلمنا على نقاط دقيقة في المرتفعات سواء بأنواعها المختلفة. تفضل يا مستر أيمن، نسمع حضرتك في مناخ الدولة. المناخ طبعا، المناخ وقوة الدولة، هنقول المناخ مش المناخ، وطبعا كلنا عارفين اللي ايه الكلمة بتاعت المناخ اللي هي محط الجمل، المناخ اللي هو طبعا تمام، اللي هي عوامل المناخ المختلفة من حرارة، من ضغط، من رياح، من أمطار. طيب علاقة المناخ بقوة الدولة، غالبا المناخ هو اللي بيأثر في النشاط البشري، لذلك يقول لك ايه، المناخ يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في تحديد أهمية الدولة ووزنها السياسي. اولا نوع التربة، نوع النبات الطبيعي، الأنشطة البشرية، وطبعا ده بيتضح من ما يلي. اولا المناخ المعتدل، المناخ المعتدل هو المناخ الذي يكون له تأثير فاعلي، تأثير يعني اكثر فاعلية على الأنشطة البشرية في مختلف مجالاتها، كما هو الحال في اقليم البحر المتوسط اللي انا ممكن اجزئه اقول لك شمال افريقيا واقول لك جنوب اوروبا، هو نفسه اقليم البحر المتوسط، تمام؟ وبرضه انا بقول اقليم البحر المتوسط لان انا ممكن الاقي اقليم بحر متوسط في الولايات المتحده الامريكيه، الاقي اقليم بحر متوسط في جنوب افريقيا، وكلنا عارفين القضيه ديت من الصف الثالث الاعدادي، لان ممكن يلعب عليا في الخريطه بيها. النقطه الثانيه، انا عندي زي ما انا شايف اقليم البحر المتوسط ده افضل منطقه فيها نشاط بشري في العالم، ويرجع ذلك لاعتدال مناخي. طب الاقليم المتطرف، الاقليم المتطرف اللي هو شديد البروده او شديد الحراره، متطرف يعني على اقصى النقيض، يعني اقصى اليمين اقصى اليسار، شده البروده كما هو الحال في شمال روسيا وشمال كندا، شده الحراره كما هو الحال في شمال افريقيا، الحراره والجفاف. انا عندي الاقاليم ديت، يعني يا اما الاقاليم البارده يا اما الاقاليم الحاره. لاحظ معايا منطقه الصحراء الكبرى، المنطقه المشار اليها في الصحراء الكبرى او حتى صحراء شبه الجزيره العربيه، المنطقه ديت تكاد تكون تقلو من الانشطه البشريه، ويرجع ذلك للتطرف مناخ. ممكن هنا نعمل سؤال برضو ربط منهج اللي هو وجه الشبه ما بين الاثنين، سواء كان صحراء شبه الجزيره العربيه او صحراء شمال افريقيا، كلاهما بيقل فيهم النشاط البشري. يبقى المناخ مؤثر. طب نيجي للمناخ بقى ايه اللي هو بيجمع كافه المزايا. اولا المناخ تاثيره سياسيا، تنوع مناخي، الاقتراب من درجة الاكتفاء الذاتي، المناخ المتنوع، المناخ المتنوع كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أنا عندي تنوع في مناخ الدولة، مما يؤدي إلى تنوع في الإيه؟ في النبات، تنوع في الإنتاج الزراعي، تنوع في الأنشطة البشرية الاقتصادية، يعني بيعمل تكامل وتعزيز وحدة الدولة الوطنية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لو دخلنا في قانونها، لو دخلنا في دستورها، هتلاقي بتحرم، مش هقول لك بقى بتمنع، بتحرم استيراد أنواع معينة اللي هي المتاحة لديها. ليه؟ لأن هي في الداخل عندها زي ما احنا عارفين يعني نوع من التكامل، نوع من الاكتفاء الذاتي، وطبعا النموذج هو الولايات المتحدة الأمريكية كما هو واضح قدامنا من الخريطة وتنوعها المناخي. إذن المناخ المتنوع بيبقى له درجة مهمة جدا. طيب التكنولوجيا والمناخ، أثر التكنولوجيا على أو هنقول لك إيه بقى، لقد عملت التكنولوجيا على الحد من الأثر السلبي للمناخ. التكنولوجيا ساهمت بصورة كبيرة في التقليل من أثر المناخ السلبي على الدولة. تطور وسائل المواصلات، النقل والمواصلات، العربيات الحديثة حاليا، أجهزة التكييف، بتبقى عندنا في الصيف درجة الحرارة بره في الشارع 45، تشغل جهاز تكييفك توصل ل 20 و18 و25، بتتحكم أنت في درجة الحرارة. الزراعة في البيوت البلاستيكية، بص معايا حضرتك، أنا ممكن داخل المكان ده أكيف المناطق، يعني أقعد أعمل إيه؟ أزرع محصول الصيف في الشتاء ومحصول الشتاء في الصيف. ليه؟ لأن أنا بقدر أتحكم في درجة الحرارة داخل الإيه؟ البيوت البلاستيكية. فهنا بتقول علاقة التكنولوجيا بالمناخ، هقول له ساهمت التكنولوجيا في التقليل من الأثر السلبي للمناخ على الدولة. طيب معانا بعد كده الجزئية اللي بعد كده هتكلمني عن النبات الطبيعي، اتفضل مستر عزيز. طبعا النبات الطبيعي هو النبات الذي ينمو تلقائيا دون تدخل الإنسان في نموه، ومرهون في درجات الحرارة وكمية الأمطار. في حالة المطر الغزير شكل النبات غابة، أشجار صلبة ضخمة،
ايه علاقة يا مستر عزيز الغابات بالجغرافيا السياسية كمان؟ لا علاقة وثيقة، بمعنى حضرتك ما بتحفظ فهتفهم المكتوب. هقدر اكتب كده في ورقة وقلم الغابات وانزل بأسهم اقول لها غاية اقتصادية، هدف اقتصادي، هدف عسكري حربي، هدف مرتبط بالدخل القومي للدولة. لما الغابات باخد منها الاخشاب بشتغل في صناعة سفن، صناعة الاثاث، اطارات كاوتشات للطائرات والسيارات، يبقى ده هدف اقتصادي رائع هينعكس بصورة ايجابية عالية على وفرة فرص عمل وعمليات انتاج وبالتالي دخل قومي. كمان هتشتغل الغابات في المجال الحربي، ايوه طبعا اننا بتلجأ اليها الجيوش وقت الحرب للاحتماء لتقليل الفاقد الى اعلى درجة ممكنة. الغابات مصدر من مصادر الدخل الكثير جدا من الدول. لما تتدرج الحياة النباتية يا ولادنا وتقل كمية الأمطار تتدرج الحياة في شكل حشائش. فاكرين تلت إعدادي ما بين حشائش السافانا الحارة، حشائش الاستبس المعتدلة، أفضلها مراعي الاستبس. الحشائش دايما مناطق رعش، ليه؟ تعرف فيها الأغنام والماعز وإنتاج ثروة حيوانية. لكن في دول مهمة جدا استخدمت المراعي بأسلوب الرعي التجاري المنظم بالضبط، ودي بنشوفهم في نصف الكرة الجنوبي، في أقصى الجنوب الشرقي في أستراليا، وفي أقصى الجنوب الغربي في دولة الأرجنتين. أصبحت واحدة من أقوى مراكز الدخل القومي لتلك الدول. بكده أولادي نكون انتهينا من درس المقومات الطبيعية للدولة. مستر أيمن جاب لنا خريطة جميلة جدا هنعمل فيها زي ايه بالضبط، التنوعات اللي احنا شايفينها كلها ولادي، الدول السهليه بالفعل هولندا والمانيا، الدول التي يغلب عليها الطابع الجبلي سويسرا، الدوله الحبيسه واليابان، الدوله البحريه الوحيده وهي المجزأه، الدول التي يغلب عليها الطابع الجبلي سويسرا واليابان، طب الطابع المتنوع مصر والبرازيل، تمام، مراعينا الطبيعيه الارجنتين واستراليا، ودي دول بتستخدم الرعي التجاري المنظم، فاكرين اصواف المارينو في استراليا وهكذا. تمام مستر عزيز، حبيبي وزي ما قال لنا مستر عزيز بكده بنكون خلصنا الدرس الاول، الدرس اللي هو الثاني من الوحده الاولى المقومات الطبيعيه. زي ما احنا شايفين على الخريطه ممكن نستنتج بعض الاسئله اللي بتفيدنا. لو قلنا وجه الشبه والاختلاف ما بين الدولة ألف اللي أنا بشاور عليها، مش هيقول لي أسماء، لأن أنا في النظام الجديد لازم أنا أوبن تابلت أديني شايف الخريطة الأصلية اللي معايا في كتاب المدرسة وأدور الخريطة دي، الخريطة دي يبقى مين؟ يبقى دي الكونغو. والدولة مثلا ب، هختار دولة تانية هنا اهوت، ده كده ما حددتش الاسم برضو، الدولة دي مين مستر عزيز؟ عندي هنا أفغانستان. حلو، يبقى انا هيقول لي وجه الشبه بين الدولتين الف وب، ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي التضاريس، يقول لي الشكل، يقول لي المناخ، يقول لي ايا كان، فانا طبعا هختار هنا الشكل لان كلاهما ذات بروز. طب هعمل دمج، يعني مثلا ايه زي ما مستر عزيز اشار لنا في الايه من فتره، الدوله دي مين؟ انا كاتب مصر، والدوله دي مين مستر عزيز؟ فرنسا. دي فرنسا، هقول يرجع وجه الشبه بين الدولتين في واحد التضاريس والنظام السياسي، اتنين الشكل والنظام السياسي، تلاتة المناخ والنظام السياسي، أربعة الموقع والنظام السياسي. تمام، يبقى قلنا هنا ها هيبقى الإجابة، خلي بالك إن في إجابتين كده أنا حبيت أحيرك، الموقع والنظام السياسي، طب من الاتنين تقريبا موقعهم بحري، بس أنا لما أدقق أكتر هيبقى الشكل والنظام السياسي زي ما مستر عزيز لفت نظرنا ليها، لأن لو دخلت الموقع ما حددتلكش موقع فلكي ولا جغرافي، ما حددتلكش موقع بحري ولا بري، فيبقى أنا لما أجي أبص على الشكل هنا، الشكل ده منتظم والشكل ده منتظم، النظام السياسي هنا والنظام السياسي هنا، يبقى إذا هنا بنقول إن أنا عندي ممكن من خلال اسئله المهارات واسئله الخرائط اقدر اطلع. اتفضل مستر عزيز برضو معانا في اخر دقيقتين كده ممكن نطلع كام سؤال لان احنا كده ما قدامناش غير 4 دقائق بالظبط. اتفضل على الخريطه يعني اللي قدامك انا حضرتك. عندي اسئله بقول له بالنظر الى خريطه العالم التي امامك، يتركز نمو اقتصاد الدول القائم على المراعي الطبيعيه في النصف الشرقي من الكره الارضيه في العالم الحديث النامي، القديم النامي، الحديث المتقدم، القديم المتقدم.
المراعي الطبيعيه لسه مخلصينها حالا دلوقتي يا مستر ايمن، تمام هنوظفها بلغه العالم، نامي متقدم، دول مناطق تتبع العالم القديم او مناطق تتبع العالم الحديث. وكرر السؤال: اتراكز نمو اقتصاد الدول القائمه على المراعي الطبيعيه في النصف الشرقي من الكره الارضيه معظمه. طيب فين بالضبط؟ في الحديث النامي، القديم النامي، الحديث المتقدم، القديم المتقدم. يبقى على طول الحديث المتقدم. عندنا كمان هنا سؤال جميل جدا مستر ايمن، برضو من الاسئله المهمه خالص. العامل الرئيسي في تعزيز روح الانفصال لسكان اقليم كاتالونيا في اسبانيا، العامل الرئيسي في تعزيز روح الانفصال لسكان اقليم كاتالونيا في اسبانيا يرجع لايه؟ موقعها الاستراتيجي، قوتها المورفولوجيه اللي هي الشكل والمساحه يا اولاد، ظروفها الطبيعيه، موردها الاقتصاديه. خلوني الاربع اجابات مقتربين جدا من بعض، لكن هنا على طول يا مستر ايمن هشتغل على الظروف الطبيعيه. الظروف الطبيعية كمنطقة جبلية. طيب كمان عندي معلومه، اي من المناطق التاليه تقل بها فعاليه الانشطه البشريه؟ مستر ايمن تفضل مشكورا وشرح باسهاب المناخ. اي من المناطق؟ شرق المتوسط، شمال الوطن العربي، جنوب اوروبا، اواسط افريقيا. على طول هختار ايه؟ اواسط افريقيا.